بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً بداية أشكر السيد الأستاذ الدكتور فيصل الرابع عميد كلية التربية، والسيد الأستاذ الدكتور زين العابدين الشحاتة وكيل كلية التربية والمساعدة العليا. طبعاً بشكر طبعاً السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على تفضله معانا بالحضور، والسيد الأستاذ الدكتور عثمان المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. حقيقة طبعاً بعد الحوار اللي بدأ الدكتور فيصل والأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، وتعرضنا لكثير من المشكلات اللي احنا اتكلمنا فيها. طبعاً يمكن أنا بقول بالنسبة لدورة أعداد المعلم أو اسمها أعداد المعلم برضه ما زالت طبعا حقيقة أنا يعني احنا تعيننا زمان زين قريب مني في التعيين عثمان، وبدأنا معينين زي حضراتكم. يمكن كانت نقطة جوهرية جدا إن أنا صحيح خرجت طالب متفوق وتعينت أو اتكلفت معين، لأن الأوائل من زمان هم اللي بيتكلفوا. جينا لما استلمنا العمل مطلوب عطينا جدول الواحد يروح يشرح ويبدي سكاشن وكده، كانت يعني مشكله. يمكن اذكر ان انا كنت بناقش رساله دكتوراه من اسبوع في جامعه اسيوط، لان انا خريج جامعه اسيوط وتعينت الاول في جامعه اسيوط معيد ثم مدرس مساعد، ونقلت على جامعه سوهاج بعد ذلك. وانا قاعد في الجلسه اللي انا بناقش فيها رساله الدكتوراه من اسبوع في اسيوط، كان عضو مناقش معايا احد الاساتذه الموجودين في اسيوط ما زالوا، وانا بدات عشان اشكره انا قلت الدكتور اسمه الدكتور احمد سيد مصطفى استاذ اداره اعمال، قلت انا اول ما تعينت معيد في كليه التجاره في اسيوط اول واحد يقعد معايا كان هو مدرس مساعد وانا كنت معيد، فقال لي هتدخل السكشن ازاي؟ قلت له والله انا حضرت الموضوع الماده اللي انا هدرسها وعملت فيها شويه اسئله على اساس، فقال لي كويس ده حاجه كويسه، لكن لو في مشكله مثلا طالب عمل معاك مشكله تتصرف ازاي؟ والله ما اعرفش. فبدا هو يعرفني ازاي اتعامل، ازاي ابدا السكشن، ازاي اشرح الاطار النظري، ازاي احط مجموعه من الاسئله، ازاي اشارك الطلاب بتوعي في المناقشه بحيث تتم الفائده والطلاب نفسهم ما يعزفوش عن السماع ليا. يعني الوضع الطبيعي ان احنا بنقول عمليه التدريس والتعليم هي مهنه ساميه في جميع طبعا التخصصات، في كليه التربيه، في كليه الطب، في كليه التجاره، في جميع الكليات، وبتعتمد ايضا على مهارات التواصل، يعني مهارات الاتصال والتواصل. مهارات الاتصال والتواصل طبعا ده مهمه جدا، واحنا بنقول يمكن في اربع مهارات رئيسيه للاتصال والتواصل اللي هي مهارات